نقبل الأرض من تحت نعالكم أيها المجاهدون، أيها المقاومون. إذا كانت المقاومة من أجل تدمير الشعب لا نريدها. سنخاصم ونعادي من يتواطى على غزة وأهلها. اللي مش عاوز يفهم هو حر ما يفهمش، لكن الدبلوماسية المصرية قادرة وتمسك بالخيوط وتتصرف مع الجميع. أنا شايف إنه في مؤامرة أمام الشعب الفلسطيني على مستقبل فلسطين. لتطمئن الأمة علينا، ولكن عليها أن تواصل واجبها. كنا نحاول في الفترة الماضية أن نحقق نصاب لكي نصل لقمة عربية ناجحة. هي بتنحل، بس هل هي بتنحل على دماء الفلسطينيين؟